ما هو حق الله على العباد وما حق العباد على الله. نعم يا أخي العزيز، وكما دائما كان للعبد حقا إلا وعليه حقوقا. أما الله عز وجل فهو قد تنزه عن هذه الأمور وقد سمع عنها بكثير، وكبير كبير لا إله إلا هو الكبير، هو كل حق له عز وجل. تعالى يا أخي، تعالى عنا وعن أعمالنا الحسنة والسيئة، لا زادت نجوما ولا نقصت ثمارا، ونحن دائما في حاجة إلى الله وفي حاجة إلى رحمته. أما هو عز وجل لا حاجة له فينا إلا أنه قد خلقنا، وإن كان ما كان أو لم يكن لم يكن إلا لأنه أحبنا وأحب أن يحيط بنفسه ما خلق من نفسه لنفسه، ونفسنا والذي بيده أنفسنا ولا حول ولا قوة إلا بالعظيم. هو خلقنا محبة سبحانه وتعالى أن يحيطنا به وأن نكون محيطين به، وهو محيط بنا ومحيط لدينا وقد حاط بنا برحمته، وهذا هو أساس عبادة الله عز وجل. وإن حسن الظن بالله هو من حسن عبادة العبد لمعبوده، ونعم المعبود وهو المعبود الواحد وهو الإله الواحد، إله في السماء وإله في الأرض، وهو معكم أينما كنتم، وهو يراكم ويسمعكم ويبصركم ويدرككم. فاعبدوا الله كأنكم تروه، فإن لم تكن تروه فإنهم يراكم في الحقيقة، وراقبوه في كل أحوالكم، فإنه رقيب عليكم، إن شاء عذبكم وإن شاء رحمكم. اللهم إن عدلتنا فأنت مولانا، وإن رحمتنا فأنت خير الرحمين، واجعلنا اللهم من الأقربين السابقين. آمين 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 آمين. نحن نحبكم في الله، ونحن كذلك أخي أحمد، وهذا شعورنا دائما. الله يجعل سيدي ربي عند حسن الظن ديالنا يعني، والبلوغ يبلغنا المقاصد الشريفة، وقصدنا على الله وعلى الله قصد السبيل. لا إله إلا الله خالصة يا أخي العزيز. الله يحفظك. أمين أمين. واحفظ الله يحفظك ويكون تجارك. الله يحفظك. نعم يا أخي، وهذا فضل من الله تعالى. الله يسلم ويزيدكم من فضله، وكان فضل الله عليك كبير أيها الإنسان. إلا من سفه نفسه بالجحود والنكران والمكر، ونعود ونحسب الله تعالى في أنفسنا، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولا نأمن مكر الله يا أخي العزيز وإن كنا مؤمنين. هكذا هي أحوال المؤمن في الحقيقة، إن المؤمن لا يأمن مكر الله وإن كان مؤمنا، يخشى الله لما سلف منه من أخطاء وذنوب، وهو دائما خاشيا خائفا أن يلحق به ضررا من بسبب ذلك، وإن كان في الحقيقة قد تاب إلى الله أو يستغفر الله، إلا أنه لا يأمن مكر الله. ونطلب الله تعالى وتبارك ينظر إلينا بعين رحمته ويرحمنا ويرحم الناس جميعا، واعلم أن الله رحيم بعباده يا أخي العزيز. صح، ورحمته ورحيم بعباده لدرجة قصوى لا تقدر على أن تعيرها بالمعيار أو أن تحسبها بحساب أو أن تقيسها بالمقاييس. هذه حقيقة مطلقة يا أخي العزيز. نرجو الله تعالى وتبارك وتعالى بارك الله يجزيك. بارك الله فيك. طيب يا سيدي، لا حش من رجل طيب. لا حش من خير من ذكيه شي لاصما، وإلا شهدتوا فينا انت وشهدتوا فينا انتم، هذيك هي الشهادة اللي كنرتاحوا لها إن شاء الله. الحمد لله، الله يريحنا ويريحكم برحمته يا أخي الحبيب. أمين أخي. بارك الله فيك. بارك الله يا سيدي. السلام عليكم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. لقاء سعيد يا أخي. الله يسعدك.